أهلا بكم من جديد، والبداية من جمهورية مصر العربية، حيث استهلت البورصة الأسبوع على ارتفاع في مؤشراتها بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية 1,841,000,000. وصعد مؤشر السوق الرئيسي EGX 30 بنسبة بلغت 0.8% ليغلق عند مستوى 10,123 نقطة، فيما قفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 بنسبة 4.8% ليغلق عند مستوى 1,989 نقطة. وارتفع أيضا مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بنسبة 3.1% ليغلق عند مستوى 2,923 نقطة. وعلى صعيد الأسهم الأكثر ارتفاعا، قفز سهم شركة أودن للاستثمارات المالية بنسبة 20% ليغلق عند 1.46 جنيه. يلي سهم شركة العربية للصناعات الهندسية بنسبة 20% ليغلق عند 1.19 جنيه. ثم جاء بالمركز الثالث في الأسهم الأكثر ارتفاعا سهم شركة ليسكو مصر بنسبة 19% 84 ليغلق عند 6.10 جنيه. بينما تصدر الأسهم الأكثر تراجعا سهم شركة اي فاينانس الاستثمارات المالية والرقمية بنسبة 4.95 ليغلق عند 16.90 جنيها. وفي سياق متصل، كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي محمد فريد صالح رئيس البورصة المصرية ليكون قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بداية من اليوم الأحد، خلفا لرئيس الهيئة السابق محمد عمران. وودع فريد العاملين بالبورصة المصرية في حفل أقامه العاملون بمناسبة توليه منصبه الجديد، وأوصاهم باستمرارية العمل على النهج الذي اتبعه على مدار الخمس سنوات الماضية. وتعتبر هيئة الرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر، مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين. وعمل فريد رئيسا لبورصة مصر منذ أغسطس 2017 وحتى الآن، وجدد مجلس الوزراء المصري تعيينه رئيسا للبورصة لمدة 4 سنوات في أغسطس 2021 قبل أن تستند إلى هذه المهمة اليوم. ولتحليل أبرز ما جاء في البورصة المصرية بينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ حسام عيد مدير استثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية. مرحبا بكم على قناة أزهري برنامج أرقام وأسواق. أهلا وسهلا يا فندم بحضرتك وبالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك أستاذ حسام، يعني بداية يمكن شاهدنا البورصة المصرية تواصلها لارتفاعاتها القياسية لتستهل الأسبوع على مكاسب جماعية في المؤشرات بقيمة تداولات اقتربت من حاجز 2 ملياري جنيه. ما تحليل حضرتك لجلسة اليوم وأبرز ما جاء فيها من أحداث؟ وطبعا زي ما تابعنا في جلسة النهاردة شفنا فيه أداء إيجابي للأسهم القيادية للمؤشر الرئيسي، وده الأمر اللي انعكس إيجابا على أداء المؤشر، واستطاع ونجح فعلا في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 10,000، بل اقترب من مستوى المقاومة الرئيسي اللي هو 10,200. ولكن حدث يعني هبوط يعني قلص من مكاسبه الصباحية المؤشر الرئيسي، وأغلق على صعود بأكثر من 80 نقطة ليسجل مستوى إغلاق عند 10,123. ده كان مدفوع بعمليات بيع طفيفة جدا وجني أرباح محدودة قام بها المستثمرين أو المؤسسات المالية العربية والأجنبية، ولكن استمرار اتجاه المؤسسات المصرية نحو الشراء يعني وفتح المراكز المالية وضخ السيولة بالأسهم القيادية عند مستويات الدعم الرئيسية بالمؤشر الرئيسي، ده اللي استمر أو دفع المؤشر الرئيسي للاستمرارية بالأداء الإيجابي بأولى جلسات الأسبوع الحالي. نعم، برأيك يا أستاذ حسام، يعني هل الارتفاعات القياسية التي شهدها السوق اليوم سواء في المؤشر الثلاثيني أو السبعيني ناتجة عن التغيرات الهيكلية التي حدثت في السوق الأسبوع الماضي، أم لديك وجهة نظر أخرى؟ هو طبعا التغيرات الهيكلية ده عامل أكيد من ضمن العوامل كتيرة، يعني نقدر نقول إن هي كانت سبب رئيسي في الأداء الإيجابي منذ بداية الأسبوع الماضي. أعتقد إن كان من أهم يعني المحفزات أو من أهم الخطوات لإعادة البورصة إلى مكانتها والأداء الإيجابي مرة أخرى هي إعادة هيكلة
الإدارة أو الهيكل الإداري بالنسبة لسوق المال المصري، وأعتقد دي خطوة كويسة جدا نحو الأداء الإيجابي المستمر في الفترة القادمة. وده كان عامل أساسي، وطبعا نطمح في الإدارة الجديدة أن هي يعني تعمل على إصلاح السلبيات الموجودة بسوق المال والبورصة المصرية التي كانت تعاني منها في الفترة الأخيرة، وأدت إلى هبوطها إلى أكثر من 23% منذ مطلع العام. ولكن في عوامل أخرى أهم من هذه الأحداث الأخيرة التي حدثت وهي التغيير الهيكلي في الإدارة. أعتقد أن في ضريبة الأرباح الرأسمالية أيضا من ضمن يعني المشاكل أو المعوقات التي تواجه سوق المال المصري صحيح. منذ بداية العام، ونطمح في الإدارة الجديدة أن تعمل على إلغاء هذه الضريبة وشطب كلمة ضريبة الأرباح الرأسمالية من قاموس البورصة المصرية بصفة عامة. نعم، على ذكر التغيرات الهيكلية التي حدثت في السوق، ما هي المحفزات التي يحتاجها السوق لمواصلة رحلة الصعود؟ يعني أعتقد أن احنا من أهم المحفزات زي ما ذكرنا كده منذ قليل، يعني إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية هي المحرك الأساسي والتغيير الهيكلي الأساسي الذي سوف يدفع السوق إلى أو البورصة المصرية، مؤشرات البورصة المصرية نحو استمرار الارتفاعات وتحقيق مستويات قياسية يعني جديدة في الفترة القادمة، واستئناف برنامج الطروحات الحكومية. أعتقد أن احنا يعني داخلين في مرحلة قوية جدا للبورصة المصرية في خلال الثلاثة أشهر المقبلة إن شاء الله. أعتقد أن احنا يعني مع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية والبدء في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية هنشوف في تطورات ويعني وتحقيق مستويات قياسية بالنسبة لمؤشرات البورصة المصرية، وهنقدر نجذب مزيدا من الأموال المستثمرة في البورصة المصرية سواء عن طريق الاكتتابات الجديدة لبرنامج الطروحات الحكومية أو لمزيدا من دخل الاستثمارات بالبورصة الناتج عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية، تخوفا من احتساب ضريبة أرباح رأسمالية لأنها يعني كان عامل كبير جدا منذ بداية العام في خروج الاستثمارات وغياب الأفراد من البورصة المصرية خلال الفترة الماضية. إن شاء الله. بنشكر الأستاذ حسام عيد مدير الاستثمار بشركة انترناشونال لتداول الأوراق المالية على مشاركته معنا.